ثاني عندنا الجو ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني ثاني هذا المخرج باللي معه أفكاره حلوة مرتبة أجواء رهيبة ممتعة تحدي بس مو موهبة ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الجو أسمع أسمع الجو ثاني لو كان هنا كل هنا مجال هذا وملعبه الجو ثاني عندنا تابع وعيش التجربة الجو ثاني ثاني إخراج لحظة فاتنا مهما تنوع قالبه الجو ثاني ثاني الجو ثاني ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني ثاني عارف انه انت لما تروح لمضيف لازم تشيل معك شيء حلا معجنات يعني ما تخلي يدك فاضيه ضيفنا اليوم ضيف مختلف ضيفنا اليوم لازم تشيل معك جزر يصير مبسوط مبسوط مره تلقاه يعني ما ودي نروح للضيف بعد شوي سني يوم شفت اشتهيت انا تبغى عبد الروف؟ ما تبغى؟ عاد الضيف يعني أو خلاص الضيف هذا تدري إن الله عز وجل أقسم به تدري إن الرسول قال عن الضيف هذا حديث تدري إن عمر بن الخطاب قال مقولة تدري إن أغلب الشعار تكلموا عن الضيف هذا اللي أنا رايح له تدري إن الضيف هذا من أقدم المخلوقات على وجه الأرض تدري أن الضيف هذا عنده أشياء مهي موجودة عند بقية المخلوقات يكفيك أنه في علم الإحياء يقولون عنده 5 قلوب الضيف هذا اللي احنا رايحين له ضيف جامع ما بين الحنية وما بين الغيرة وما بين الوفاء يعني ضيف من الوزن الثقيل يعني الضيف هذا لو نسبة بسيطة من الأشياء اللي موجودة فيه عندك عبد الرؤوف كان حبيتك بس ما في شيء أنا شوف لا تحرق أم نروح للضيف الجو ثاني ثاني الجو ثاني 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 عندنا الجو ثاني ثاني الجو ثاني عندنا قطعة صغيرة لا كلها لا هذا المخرج باللي معه أيوة. أفكاره حلوة مرتبة أجواء رهيبة ممتعة تحدي بس مو موهبة ثاني ثاني مشاهدينا الكرام جو ثاني وجو مختلف اليوم جونا جو هيبة وعزة وشموخ عند الخيل طبعا هذا الخيل خيل قفز حواجز طبعا يعتبر وارم بريد هم فيها انواع الخيل في مثلا الاكبر الخيول حجم هذا اللهم صل على محمد الفريزيان بعدين يجي تحته الوارم بريد بعدين الثور بريد بعدين الخيول العربيه بعدين فيه اللي يجي البوني بعدين يجي شيء اسمه الخيول المنزليه واصغرهن حجم هذا خيل قفز حجمه ضخم ما شاء الله تبارك الرحمن كيف نميز بين العربي والانجليزي في اعزل اصبر مثلا حجم الراس حجم لا 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 حجم الراس كبير الاذام مثلا حجمه كبير ما في فناس من هنا اقعد فهذا يميز من اكثر شيء يتميز الفناس اللي هو النزله اللي هنا شوف هذا ما في نزلة هنا طالع يعني كأنه محدب زعل هو خلاص ها تبي هاي خلك هادي أقول صغيرة أيوة خلاص أعطيتك جزر تعال خلاص زعل هو ها كل واحد نرضيه الخيول العربية لا فيها الفناس عيونه كبار واسعة عيونه الرأس جاي زي الكمثرى
يعني يعتبر خشم مدبب بعدين جاي كذا مرتفع. شوف الفناس النزله هذه ايوه شوف النزله هذه عيونه ساع اللذان صغيره. تعال تعال طبعا باغي يروح. تقدر تعرف العمر من السنون، على حسب السنون تقدر تدري الى عمر مثلا 7 سنين بعده يطلع الناب. الناب هذا خلاص اذا طلع ما تقدر تعرفه الا بخط اسود يطلع على السن على الناب، اسمه خط كالفن. كل ما زاد الخط كل ما ارتفع العمر، الى عمر 25 وهو يرتفع الخط، فما يبان من عمره الا بخط كالفن. اتوقع هذه معلومات يعني اعطيتكم اياها، الحين جاء وقت اني اروح اركب. ثاني 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 طيب اذا جيت مربط بوياج اول شيء تسويه تسلم على المدرب، تستاذن منه، تقول انا مدرب جديد ما اعرف بالخيل. الخيل ترى ما يعني لا تصير اوكي جزوم حلو، المدرب بيصير مبسوط انك شخص جزوم، بس مو شخص انه تجي على طول تركب اي خيل وتطيح خلاص تبي تكره الخيل. وفي معلومه ثانيه، اذا طحت من الخيل حاول انك ترجع نفس الخيل اللي طحت منه وركبه عشان ما يصير فيه الرهبه من الخيل. هذول فيه السروج، السروج تختلف طبعا، في شيء تحمل، في شيء في قفز، في شيء على السريع يسمونه معرقه. فنبي نروح نستاذن من المدرب اذا وافق، نبي ناخذ احد الخيول اللي موجوده بالمربط. بعدين شوف لنا سرج، معرقه، خوذه، الاشياء الاحتياطيه ونطلع بالخيل. يلا ثاني 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 طبعا يعني عندي يعني خبره بسيطه بالخيل. نرجع ونقول لكم، انا قلت لكم معلومه بالبدايه انه الخيل له 5 قلوب. يقول لك الخيل له قلب واحد اللي هو موجود هنا، القلب العادي نفس قلب الانسان، ويعتبر قلب الخيل من اكبر انواع القلوب اللي موجوده. الاربعه اللي باقيه موجودات برجينه، فلازم تمشي الخيل. لما يعطي الخيل على الارض كانه يضخ الدم لجسمه، فاذا ما تحرك واجد الخيل يجي شيء اسمه حمره، وبعض المرات يصنفونه سرطان، يسمونه سرطان الخيل. يبدا الحافر يصب دم ويتعب ولا يقدر يقف لين ما يتعب 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 ويموت. فسبحان من سخر لنا هالمزيون. تعال هق. فعلى طول على طول يعني اعرف 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 اني راعي خيل، وصرنا اصحاب انا وياه. تمشى. بكره تبي نروح البوليفارد؟ تعال. تعال بس يا اخي الله اقسم بالخيل والعاديات ضبحا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعه، او كما قال هذه الناصيه. فلما تشوف خيل امسك الناصيه العبة. عمر بن الخطاب وش يقول؟ علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. كل الشعار تكلموا بالخيل، من 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 أعظم الشعار يتكلم بالخيل عن ترى والمتنبي، ما أتوقع في شاعر إلا لازم يتكلم بالخيل. الليل وش عبد الرؤوف؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني. ايه هذا راح نعرفه. شوف شوف يلا ثاني عندنا الجو. اسمع اسمع الجو ثاني ثاني لو كنينا كلها هنا مجال هذا وملعبه. الجو ثاني عندنا تابع وعيش التجربه. الجو ثاني ثاني اخراج لحظه فاتنا مهما تنوع قالبه. الجو ثاني ثاني الجو ثاني ثاني حياكم الله مشاهدينا الكرام. اليوم في تحدي وفي منافسة، بس قبل نتحدى معنا سلطان. حياك الله سلطان. اهلا وسهلا. الله يحييك يا سلطان. سلطان كم لك؟ شوف انا لي بالخيل 6 سنين يمكن، بس انه طلعات عرفت اللي ذي لا شفتك خيل على الشارع، هذا انا ما في اي خبرة.
بس انت واضح انك جاي بخبره، لان ممكن افضل اني بديت بشيء اكاديمي وعلى طول بديت على النادي. صار لي سنه بالنادي هذا اللي هو نادي فوياج، نتدرب على قفز الحواجز. طبعا بالبدايه لابد من الاساسيات، اذا شاف المدرب انك خلاص خلصت الاساسيات وصرت جاهز نبدا مرحله القفز. تمام، ما دخلت باي شيء غير القفز؟ لا، هذا المجال اللي بديته وهذا اللي ان شاء الله بكمل فيه. تمام. طبعا مجالات الخيل مجالات كثيره، مجالات متعدده، في مجال القفز، في مجال التحمل، في الريس اللي يعتبر السباق بزمن قصير، ايضا في الجمال. فكل واحد سبحان الله له هوايه. حقين الجمال لو تقول له شارك بسباق قال شو سباق اقعد اجهز واتعب ما ادري وش سباق. وحقين السباق لا شو، حقين الجمال قالوا اشري حصان خلقه الله عشان اركبه، علشان اقعد احط جمله وكد شعره واحط زيت زيتون واكله زين عشان اشوف الجمال. الناس اهواء. انت رحت لما القفص، يوم رحت لما القفص رحت عن يعني حابه ولا كذا جت بالصدفه ركبت خيل ونقز نقزه وقلت انا بقفص؟ لا، هو طبعا مثل ما قلت بالبدايه ان في اساسيات نتعلمها قبل ما نبدا مرحله القفز. فكنت اشوف الناس تقفز وصار عندي تحدي بيني وبين نفسي انه لازم اكون مثلهم وان شاء الله افضل. من هالنقطة، من يوم ما شفت الناس تقفز قلت أجل شاركت قبل بكمل. طبعا ها شاركت مشاركات رسمية تبع الاتحاد السعودي. وش أفضل مشاركة؟ يعني في مشاركة بعض المرات ما تجيب مركز، بس إنك تحس إنك المشاركة هذه سويت شيء، يعني كذا جاك مشاعر حلوة. فعلا، لكن المشاركة اللي ممكن الأفضل بالنسبة لي واللي هي كانت أول مشاركة وأفضل مشاركة كانت باليوم الوطني. استعراض ولا لا؟ قفز طبعا. قفز إيه؟ وكان في حضور تشفير. اكيد إيه. يا سلام، يلا ناخذ عد فره. يلا بسم الله، جاهزين. يلا بسم الله. والحين انا وياه ثاني عندنا هذا المخرج باللي معه افكاره حلوه مرتبه اجواره. هاي عز يا ملل، عز شموخ. هذا خيل من الانجليزيات كبار، ثور بريد ولا يعني ميزه هذا يخليك تناظر الناس، يعني تحس ان الناس ولا شيء، صح؟ يعني انا اشوف محمود. جيتك يا محمود. يلا روح. ثاني عندنا الجو، ثاني الجو، ثاني عندنا الجو، ثاني هذا المخرج باللي معه افكاره حلوه مرتبه اجواء رهيبه ممتعه تحدي بس مو موهبه الجو ثاني الجو ثاني. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لوكيشن جديد ولوكيشن غريب ولوكيشن جميل، لوكيشن الشموخ والعز في جو ثاني مع سلطان. حياك الله سلطان. سلام. يا مرحبا سلطان. سلطان نخلي دردشه مره بسيطه، يعني بدون اي تكلف وبدون، ايش يعني لك الخيل؟ والله انا فارس ومحب، ان شاء الله اني فارس لكني محب جدا للخيل. بالبدايه بديتها كهوايه، لكن الحين صرت متعلق اكثر، وصار لابد يعني اسافر، ممكن اني يعني اكنسل سفرتي عشان ارجع للخيل. طيب اقول لك دايم انه التجاره بالخيل ما هي تجاره، لانك تقاك تدفع عليه وتهتم به وما ادري ايش. فلو تقيسه جاك مهره ما ادري ايش بعته ب 20,000، قاعد انت تتوكل امه باغلى من 20,000. فعلا الشيء اللي ندفعه اكثر من الشيء اللي ناخذه من الخيل، لكن بالاول والاخير احنا محبين للشيء هذا. ندفع من محبه ف شكر الله. طيب انت اللي عندك بس مشاركه اللي هو بالقفز، ما عندك فرس؟ لا، انا قبل كنت املك حصان بس كان حصان ركوب عادي، لكن ما شفت نفسي بالمجال الركوب العادي كثير، واني بعته بسبب الدراسه. طبعا تعرف انت مقوله، تعرف هلال ونصر وكيف التعصب اللي مثلا بين الناديين، مثل التعصب سبحان الله بين الناس اللي يحبون الخيل العربي والخيل الانجليزي. فانت وين ميولك؟ بسبب اني احب القفز اكيد اني اميل للخيول الانجليزيه، لان ما اقدر او ممكن صعب ومو كثير نشوف خيل عربي يقفز. فلا، الخيول حقت القفز سلاله وغالبا تكون انجليزيه او سلاله القفز اللي تسمى ورم بلود. ممتاز.
الخيل طبعا مواقف، وفي احد اتوقع يا انه احد الصحابه او احد الحكماء يقول انه اللي ما يطيح من الخيل 77 طيحه ما يسمى فارس. فوصلت للفارس ولا للحين؟ ترى هذا سؤال ملغم. ممكن اقول انها اكرم يعني هي مو 77 لكن لابد، انا اشوف ان شيء طبيعي ومو بشيء عيب ابدا ان الفارس يطيح من حصانه. فهو شيء عادي وشيء متوقع، والحمد لله يعني ما في اصابات تكون يعني قويه مره من الطيح. طيب شوف الميزه بالخيل وخصوصا الخيل العربي، يعني بغض النظر عن ميزاتها الجسمانيه والشكليه، عنده ايضا ميزات بالسلوك. فالخيل العربي اذا طحت انت مستحيل يطاك، يحاول قد ما يقدر انه ينقذك يبعد يمين يسار، عادي يعرض نفسه انه يصابه بس انت ما تصاب. فانت الحين هل سبقا صار لك موقف ما تنساه بخصوص الطيحات؟ بس ممكن اقول لك انه مو بس الخيل العربي، لان حتى احنا اذا طحنا بخيول هنا بالقفص مو عربيه قد ما تقدر تحاول انت تتفادانا. حتى احيانا ممكن الخيل يعرض نفسه للخطر عشان ما يدعس الفارس اللي طايحه اللي طيب. راكبه عفوا. حلو، نبغى كذا موقف مضحك بخصوص الطيحات. بما ان هذا موضوعنا، قبل ما يبدا موسم حق بطولات القفز يكون في بطوله تنشيطيه للفرسان يجربون فيها الاداء، والفرسان الجدد يعني ياخذون على الجو وكذا. فكان هذه اول بطوله غير رسميه لي، فاليوم اللي قبله وحنا نستعد للبطوله بكره ونجهز ونقفز، للاسف اني طحت، وطحت طيحه يعني تعتبر شوي قويه لاني طحت على كتفي. حلو. فحسيت بالم من وقتها، لكن لابد ان الواحد اول ما يطيح يرجع يركب عشان يكسر الرهبه وما صحيح. يبقى الموضوع عالق بذهنه. صحيح. فحسيت بالم وركبت، وقال لي المدرب هل فيك شيء تحس بالم؟ قلت لا ما احس بشيء، خوفا من انه يقول له خلاص لا تشارك بكره بالبطوله. اها. فاخفيت الموضوع عن المدرب، وعلى طول طلعت من النادي ورحت الصيدليه اخذت مرهم، واخفيت طبعا الموضوع عن اهلي عشان ما يقولوا لا تشارك او انتبه على نفسك ومن هالكلام. فسكت سكت لين خلصت البطوله. يوم خلصت البطوله الحمد لله جبت مركز واخذت مركز اول. ما شاء الله. رجعت للمدرب وقلت له ترى الحين قاعد احس بالم انا، بس الحمد لله دامي فايز ان شاء الله اني بنسى الالم. هذا يمكنه الحماس يعني والشغف. بدأت ان البطولات نجهز لها يعني قبل وقت طويل، من ما ينفع انك تجهز بيوم وليله. صحيح. ممكن احيانا تحتاج شهور. الموضوع انك حساف اني قاعد استعد ومن الطيف. فيوم جاء ليله البطوله حلو يعني الاصابه هذه اللي جت بالنهايه اخذنا المركز الحمد الاول. الحمد لله ما ضاعت. الله يعطيك العافيه يا سلطان. الله يعافيك. طبعا اذكركم لازم تزورون المربط، هذا مربط فوياج، فيه قسم خاص للعوائل، فيه أكثر من مكان تقدرون تأخذون فيه، فيه أكثر من بادوك مضمار، فيه الكافي، وطبعاً بنروح نشوف الكافي إن شاء الله. الصراحة جميل جداً ومرتب، يعني مسطحات خضراء، قعدات. يمكن أنت لك فترة هنا لي سنة. فيه مصلى رجال ونساء متكامل، يعني الصراحة اللي بيجي هنا يجيب أهم شيء القهوة والشاهي. موجودة ما يحتاج بعد، خلاص أجيب أصلاً فيه الكافي. الله يعطيك العافية، تشرفنا بك الله يا سلطان. يا حبيبي الله يسعدك. نشوفك إن شاء الله مشارك بالبطولات الأكبر يعني، ومحقق أرقام نفتخر نقول للي بالتلفزيون هذا ترى مرة سوينا معه لقاء بإذن الله. ومن بنجيك أكل وقت نقول ترى نسوي معك لقاء، تقول لا 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 إن شاء الله نسوي لقاء وكلنا نحتفل بالمحبة العالمية بإذن الله. ما قصر. الجو ثاني ثاني، الجو ثاني ثاني، حياكم مشاهدي الكرام. احنا الحين في الاداره معنا احمد. احمد هو مدير المكان هذا، حياك الله. وطبعا ودنا نسرع بالمكان هذا عن الناس اللي تبي تجيب خيل، وهذا بيحضن يا احمد. لا لا خلاص راح راح راح. شفت شفت ها 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 ها. ضيف 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 انا هو بس بيلعب. لا لا حبيب حبيب قاعد اي. طبعا احمد هو ماسك هنا اداره المكان كامل. نبي نستفسر عن اذا مثلا انا عندي خيل ودي اربطه بالمكان هذا، اذا انا بجي اتدرب هل في خيول عندهم جاهزه؟ اللهم اجي انا اركب نظام اشتراكات الشهريه، هل في مدربين هنا معتمدين والى اخره؟ حلو، اعطنا معلومه كذا مبسطه عن الموقع. تمام، انا يعني هنا في نادي فوياج بتنقسم الى اقسام. في ركوب ترفيهي
قليل مثلا 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة. إنما التدريب في تدريب في مدربين وفي مدربات في قسم نسائي للدال في يعني خصوصية للنساء. البدوك مسكرة بالضبط صحيح. بيكون في بيكون في مدربات إنما الميادين المفتوحة بتكون للمدربين. ولك ومثلا بيكون للشخص يعني كامل الحرية إنه هو يركب هنا وهنا. في اشتراكات شهرية مع المدربين وفي حصص يومية. طيب المدربين في مدرب مثلا للسباق لا قفز هنا قفز التأسيس وقفز حواجز ممتاز ومشاركة في البطولات اللي حقت الاتحاد السعودي ممتاز. فترة الشتاء وفترة الصيف كيف الوضع؟ هو الموسم بيكون موسم الشتاء ده اللي بيكون فيه الأكثرية. بس المدربين أغلبهم طبعا فترة الصيف بالضبط. لا في في متدربين بشكل يعني بشكل يومي موجودين معنا. في اللي بيجي فترة ويروح. بس زعل علي يا أحمد هذا زعل علي يا أحمد. لا 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 ما تشيل ورد عاد معطينا هو بس يبغى يلعب هو ما هو ما انت ما انت عشان اعطيته جزر هو يبغى يلعب معاك عشان اعطيه ثاني يبغاك تلعب بس تمام. طيب الرابط عندكم وش شامل ايش؟ في الرابط شامل بيكون شامل الغرفة والعامل والنظافة باستمرار والاكل والنشارة العضيرة الخشبية بالضبط. وطبعا في يوميا تشييك بخصوص العلاجات الصحة كل شيء ممتاز. يعني مثلا في جهاز ووكر جهاز كهربائي اللي هو حق الممشى الصباح الخيل بتدخل فيه يعني على طول. ايه اسلم الله يصلحك يا ولد الله يصلحك يا ولد. خلينا نكمل اللقاء. طبعا مثل هذا الحين قاعد يدربونه صح يمشونه؟ لا هذا مالك خيل مالك خيل بيلعب برضه مع المولود هنا لا بس. وفي في الكافي في كوفي شوب في جلسات برضو. في بالنسبه للايواء انت ممكن انت تبغى تدريب بتتدرب على خيلك او لا ما تبغى احنا عندنا خيلنا جاهز. انك بتتدرب عليه ممتاز. يعني المكان الصراحه يعني انا جيتها على اساس انه نسوي لقاء مده ساعه ونمشي حياك الله بس انه لا والله عجبنا المكان حياكم الله. فيخليك يعني شرح على قولتهم بعض المرات تصير وسط بيت والجلسه تجي هنا مكان لا والله مفتوح في الكافيه فيه يعني عايش يوم كامل بالضبط. لا واحنا عندنا هنا مثلا المتدربين لما جم بقول لهم علاقه ببعض في جلسات بيتعشوا مع بعض في قهوه في حلا يا سلام يعني بيعيشوا يومهم هنا تقريبا يعني في يعني في هنا متدربين طول اليوم عندي موجودين. طيب عاد في موقع ثاني ودي اروح له تفضل لانه احس اني احتاج راسي يحتاج ذاك الموقع. تفضل حياك الله. الجو ثاني عندنا الجو ثاني الجو ثاني عندنا الجو ثاني هذا المخرج باللي معه افكاره حلوه مرتبه اجواء رهيبه ممتعه تحدي بس مو موهبه. ثاني الجو ثاني عندنا الجو اسمع الجو ثاني لو كان هنا كله هنا مجال هذا وملعبه الجو ثاني عندنا تابع وعيش التجربه وصراحة مكان جدا جميل إذا في عائلة ودها تجي يعني لا يفوتكم والله يعني مكان رايق. إذا جيت هنا ولا عجبك المكان يعني تواصل معي رجاء حط رقمي تحت ذا ولا إيميل تواصل بالإيميل. خلصت الله يعطيك العافية الله يعافيك.